بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عصير غني جدا بالمواد الغذائية الضرورية مثل فيتامينات بي وإي وسي، معادن مثل كالسيوم، مانغنيز، زنك وحديد، تلعب دورا هاما في المحافظة على صحة وجمال شعرك. هو وسيلة للعناية بالصحة، واستخدامه المباشر هو خيار أفضل لحل جميع مشاكل الشعر. بمكونين فقط، حبة بطاطا متوسطة الحجم والجزر. عصير الجزر في هذه الوصفة يضفي لمعان وملمس طري لشعرك، يخلص من بهتان الشعر تقصفه، يزيد وتيرة نمو الشعر، يقلل الإفرازات العرقية في فروة الرأس، وبالتالي يحد من مشكلة القشرة وظهور الفطريات، يساعد على إنبات شعرك في الأماكن التي تعاني من قلة الشعر ويزيد كثافته، يحارب الصلع ويؤخر ظهوره، يعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، يقلل نمو الشعر الهائج والمجعد ويعطيك مظهرا جميل سهل التسريح، وكذلك يمنع شعرك من التساقط. والبطاطا هنا في هذه الوصفة تساعد على نمو شعرك بشكل طبيعي، كذلك تخفف من ظهور الشعر الأبيض وتقي شعرك من التساقط نظرا لاحتوائها على الفيتامين بي وبكثرة. نأخذ المبشرة الناعمة، نقوم ببشر الجزر والبطاطا بقشورها، تغسل جيدا الحبات، حبة البطاطا والجزر بقشورها، ونقوم ببشرها في المبشرة الناعمة. وكذلك حبة الجزر بقشورها كذلك. نخلط المكونين جيدا مع بعض بهذا الشكل، ثم مباشرة نأخذ بخاخ ونقوم بتصفية العصير في البخاخ بهذا الشكل. نصفي العصير. طبعا البطاطا والجزر حسب طول وكثافة الشعر. هذا هو العصير الذي تحصلنا عليه، نفرغه طبعا في البخاخ. وطريقة الاستعمال، قبل الاستحمام نقوم برش هذا العصير على فروة الرأس، ونقوم بعمل تدليك لمدة 5 دقائق، ونوزعه من الجذور حتى الأطراف، الكمية قلت حسب طول وكثافة شعرك. يستخدم هذا البخاخ أو العصير قبل الاستحمام بنصف ساعة، وبعدها اغسلي شعرك بالطريقة العادية. آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات والأطفال الصغار، البنات من عمر 5 سنوات فما فوق يمكن استخدامه، وبكل أمان. استمري على هذه الوصفة والنتائج ستكون واضحة بحول الله تعالى بعد 2 أسبوع من استخدامك لهذه الوصفة. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.